صفحة كنا تونا صارت جايبة لهلأ 140 ألف صفحة ليكي، والعداد ما عم بيوقف. يمكن بعد خبر هذا المحامي اللي كل شوي بروح بيرفع قضية على دبان وشو. آه صح ليكي كمان، هذا معد هي تاني مرة بيبعتلي فيها على الانبوكس بيسألني إذا في مجال أنت تطلعي معه ببرنامج توك شو مهم كتير. أطلع برنامج إيه بس يا بنتي؟ وأنا إيه وزيرة مثلاً عشان أطلع في برنامج؟ لا طبعاً. يا بنتي أنت نجمة، نجمة بين كل الستات اللي عم يدوروا على حقوقهم. يا سلام. آه طبعاً. مالك؟ هتقعدي تقوليني مالك مالك مالي في جيبي؟ هو مثل قديم بس بصراحة جاي في وقته. أنا بقى جيبي فاضي على الآخر، مش عارفة هدفع فلوس الجمعية منين الشهر ده. آه ما قلتيش حاجة، بتقولك عايزيني في برنامج. برنامج ايه وكلام فاضي ايه واحنا بتوع حاجات من دي يا بنتي؟ ده انتي شوية فيديوهات نزلت الست حكمة تبهدلتنا. لا طبعا. وبعدين تطلعي تقولي ايه؟ تشتمي بقى في طليقك ابو عيالك وتقولي واطي وحقير وقليل ادب وما بيصرفش؟ لا طبعا ما ينفعش. انا قلت الكلام ده في المحكمة وصوروني 100 مرة، ما فيهاش حاجة لما اروح البرنامج بإرادتي وبكرامتي واتكلم بنفسي. بعدين هي قضيتها يا ست ميسون، يعني نحن لازم نعمل اي شيء لحتى نوصل صوت تونا باي طريقه ممكنه. اي حبيبتي احنا ما ينفعش نعمل كده، احنا موظفات حكومه، يعني لينا وضعنا لينا برستيجنا، ما ينفعش. طيب شو رايك اذا قلت لك انه القناه عارضه على تونا 2000 دولار لحتى تطلع معه بالبرنامج؟ 2000 دولار؟